الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب، مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، فإننا بعون الله وحسن توفيقه ومدده سنجمع اليوم بإذن الله تعالى بين الأداء والرواية فيما بين آخر سورة الفاتحة وأول سورة البقرة، وإننا نبدأ متوكلين على الله بما نسميه بالجمع الكبير من 7 الكبرى بإذن الله تعالى. وإننا سنبدأ برواية قالون أو برواية الأزرق، وتسمى أيضا رواية على لسان الداني وأكابر العلماء، فهي رواية أيضا. فإننا إن بدأنا بالأزرق فإننا سندرج معه من اندرج، وممن يندرج معه قالون على وجه إسكان ميم الجميع. وإن بدأنا بقالون فإننا نبدأ أيضا على وجه إسكان ميم الجميع ويندرج معه من اندرج، وسنتبين هذا بإذن الله تعالى. فلنبدأ بقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الوجه الأول كنا قد أخذناه، وإنما نعيده حتى تكون الحصة أو المحاضرة جامعة لهذا الجمع بإذن الله. إذن نقرأ الآن بإسكان ميم الجميع على البسملة والفصل بين ما قبلها وما بعدها، أليس كذلك؟ ويترتب على ذلك 3 أوجه في البسملة و5 أوجه على التكبير، فالمجموع له على إسكان ميم الجميع 8 أوجه، وله أيضا على صلة ميم الجميع مع من اندرج معه 8 أوجه، 3 البسملة و5 التكبير وهكذا. إذن فلنبدأ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صل أحسن. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هل عرفتم الذين يبسملون أم لا؟ هذه الأشياء حاصرة لديكم. من الذي يبسمل؟ نعم، بسملة بين السورتين بسنة الباء لقالون. رجال من الراء للكسائي ديري. هي عاصم نموها. نعم، النون لعاصم. نعم، جميل. ويقول أيضا في درية نمو المكي وفي الطيبة يقول
بسملة بين السورتين بين صف دم ثق رجاء وصل فشاء وعن خلف، ونحن لا نريد ثق ولا نريد خلف لأنه من العشرة. ها جيد، نفس الكلام. ماذا قال في العاصمية؟ بسملة بين السورتين بائتساء عاصمهم مكة وعيسى والكساء. نعم أعيد. بسملة بين السورتين بائتساء عاصمهم مكة وعيسى والكساء. نعم، لكننا سنزيد أوجها في البسملة لمن لم نعهد لهم البسملة، منهم الأزرق من هذه الرواية أو من هذا الطريق، وفي ذلك خلاف، وحكاه أيضا الإمام الشاطبي حيث قال وفيها خلاف جيده، وفيها خلاف جيده. نعم، يشير إلى الخلاف الذي فيها، وبإذن الله تعالى سأخصكم بمحاضرة كاملة حول خلاف البسملة للأزرق، ها؟ من طريق الداني ومن طريق غيره، من طريق المغاربة، من طريق المغاربة، وما صح في ذلك، هل هي من قبيل الرواية، هل هي من قبيل الأداء، أم هي استحسان، أم هي للتبرك. سنرى هذه الأشياء برمتها بإذن الله تعالى، فلا تبتئسوا. إذن نقرأ الوجه الثاني، نقرأ الآن، نقول وللضالين مثلا، ونقرن بين البسملة وأول البقرة. بسم الله. وللضالين، أي اقرأ صراط الذين أنعمت عليهم أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم عليهم افتح أخلص الفتح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. مد ألف لام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. الآن نأتي إلى وجه ماذا؟ إلى وجه التكبير، إلى وجه التكبير، فنقرأ وللضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم لا لا لا، افصل كل شيء، نبدأ بالفصل أولا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. مد طبيعي. الله أكبر انتهى. الله رقق أكبر. الهمز رقق الهمز. الله أكبر. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. جميل. الوجه الذي يليه، عدوا معي ثمانية أوجه. الوجه الذي يليه الآن نقرأ وللضالين، نسكت، الله أكبر نسكت، ونجمع بين البسملة وأول السورة. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الوجه الذي يليه نفعل ماذا؟ وللضالين نسكت، ونقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، ونقف، ونقول ألف لام ميم وحدها. انتبهوا لهذه الأشياء واحفظوها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد واللام فشد. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ألف لام. لا تقطع الصوت. ألف لام. ألف لام ميم. الوجه الذي يليه. وللضالين ونقف. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. كم وصلنا الآن؟ ستة. جميل. إذن نقرأ الآن ماذا؟ نصل كل شيء من غير تكبير. ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. هذا الوجه السابع. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله المستعان. لا بأس. الوجه الأخير الآن نجمع كل شيء على التكبير. ولا الضالين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله المستعان أيضا. إذا الآن فهمتم هذه الأوجه. كم أخذنا؟ ثمانية أوجه لقالون على إسكان ميم الجميع أو ميم الجمع. جيد؟ عرفنا هذه الأشياء؟ يعني الذي اندرج معه الآن؟ اندرج معه ورش. نقول ورش الآن. لماذا نقول ورش؟ لأننا أدخلنا من؟ أدخلنا الأصبهاني. دخل عندنا الآن الأصبهاني، والأصبهاني يبسمل، لا إشكال في هذا. جميل. إذن عندنا الأزرق والأصبهاني، فنقول اتفق معه ورش. ومن؟ وأبو عمر وابن عامر والكسائي وعاصم، هذا لا إشكال فيه. ها؟ اتفقنا على هذا؟ احفظوا هذه الأشياء. أنتم الآن فيما يسمى بالسبع الكبير، حتى لا تجعلوه سبعا. الآن نقرأ للأزرق بالسكت والوصل. والوصل. ومن الذي يندرج معه على هذا؟ يندرج معه حمزة على حمزة على الوصل. حمزة على الوصل. لا أبدا، حمزة يقف في عليهم. نعم. أبو عمر و إذن يندرج معه أبو عمر وابن عامر، وسنفصل القول في هذا. بسم الله. يقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. قرأنا الآن للأزرق ومن اندرج معه على ماذا؟ على السكت. والسكت عندهم هنا كما يقول الإمام الشاطبي، وسكتهم المختار دون تنفس. وهذا الذي اختاره الداني واختاره غيره من الأئمة، وهذا الذي اختير عند العموم. والذين قرأوا بالبسملة سنعرض لهم إن شاء الله بالشرح الطويل. إلا أنه يجب أن أنبهكم إلى شيء. هذا السكت لا يلزم منه عدم قطع النفس وإن اشتهر. يسمونه سكتا ويصفونه بالقصر أي غير طويل. نعم. ويصفونه أيضا بأنه
لا يقطع معه النفس، وسنشرح هذا، هل يجوز لنا في حين السكت أن نقطع النفس أم لا؟ سنشرح هذا إن شاء الله حتى لا نخلط القراءة بشيء آخر بالدراية. الآن نقرأ على ماذا؟ على وجه الوصل، على وجه الوصل، ولا الضالين به بألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا عليهم بين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. أحسنت. إذا الآن أنهينا أوجه ورش بكامله، ما اتفق فيه الأزرق مع الأصبهاني، وما اختص به من الأزرق، ما اختص به الأزرق، أليس كذلك؟ جميل. وفي هذين الوجهين بينا من اندرج معه. الآن نردف بمن قالون على صلة ميم الجميع. ولماذا أردفنا بالأزرق هناك؟ لأنه ما زلنا على إسكان ميم الجميع، أليس كذلك؟ فلما أنهينا نخرج إلى صلة ميم الجميع وهكذا. إذن كم له أيضا على صلة ميم الجميع؟ ثمانية أوجه كالتي مرت على إسكان ميم الجميع، ثلاثة البسملة وخمسة التكبير. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ من صراطة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسنت. من الذي اندرج معه؟ ابن كثير. نعم ابن كثير على الصلة على الصلة ميم الجميع. ابن كثير البزر. ها انتبهوا جيدا. خلفه في السراط. نعم خلفه قنبل في السراط. في السراط. ألم أقل لكم وألم أعهد إليكم يا بني القراءة بأننا أخذنا الصاد في الصراط لقنبل من طريق ابن شنبوذ؟ ألم أقل لكم هذا؟ جميل. إذن اندرج معه من؟ قنبل أيضا من طريق ابن شنبوذ، من طريق ابن شنبوذ، أي على وجه ماذا؟ على وجه الصاد. والبزي ما الذي له؟ الصاد. له الصاد. إذا نقول ماذا؟ اندرج معه من؟ ابن كثير. البزي على الأصل وقنبل على وجه ابن شنبوذ. يبقى لنا من طريق ابن مجاهد سنرجع إليه. مفهوم هذا؟ إذا اقرأ الوجه الثاني. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسنت. إذا الآن ننتقل إلى وجه التكبير، أليس كذلك؟ ننتقل إلى وجه التكبير فنقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام إلى آخره. جيد. بسم الله. اقرأ.
صراط الذين أنعمت عليهم. قل أنعمت. أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. مد والميم فشد. ألف لام ميم. ما الوجه الذي يليه الآن؟ التكبير. نعم. نفصل الضالين. ها؟ يعني التكبير. ها؟ ثم نصل ماذا؟ البسملة بأول سورة. اقرأ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. ما الوجه الذي يلي الآن؟ وصلوا أول السورة بالتكبير. آخر السورة بالتكبير. لا وصلوا ولا الضالين بالتكبير. أبدا. الوقف على الضالين. نعم. التكبير بالبسملة. نعم. وصلوا التكبير بالبسملة. ها؟ أحسنت. انتبهوا. هذه الأشياء لا ينفعكم معها إلا الحفظ والفهم. إذا فهمتموها جيدا حفظتموها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. ما الذي يليه الآن؟ نقول على الضالين ونقف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. ما الوجه الذي يلي؟ وصل الجميع بغير تكبير. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت. ما الوجه الذي يلي؟ وصلوا الجميع بالتكبير. بسم الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. رضي الله عنك وأعانك. أعيد هذا الوجه.
عيدوا جماعة. غير المغضوب. لحظة. اتحدوا واتفقوا ولا تختلفوا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنتم أعانكم الله. أنهينا أم بقي شيء؟ أنهينا قالون ومن اندرج معه على صلة ميمي ميم الجميع. الآن نأتي بمن؟ همزة. من الذي يلي؟ قلب في السين. انظروا في الخلف عندنا عليهم، أليس كذلك؟ فهي أقرب. إذن نقرأ لخلاد، نقرأ لخلاد، وله 11 وجها. فاصبروا. الأول نقرأ صراط، وهذا الوجه هو المتفق مع الذي في الشاطبية، لأنه يقول اشمم لخلاد الأول. جميل. فيمكن أن يمشي على هذا، ويمكن أن يتفق مع الوجه الذي الذي لا إشمام فيه البتة عن خلاد، أليس كذلك؟ لأننا قلنا ماذا؟ خلاد كم له من وجه في الصراط وصراط؟ له فيها 4 أوجه. الوجه الأول بإشمام الأولى فقط، التي هي اهدنا الصراط المستقيم، وهذه أخذناها من أين؟ من التيسير ومن الشاطبية ومن قراءة الداني على من؟ على أبي الفتح، أليس كذلك؟ وهو طريق عرض له في رواية خلاد كما في التيسير والجامع، أليس كذلك؟ وفي سائر كتبه. وقال ابن الفحام بأنه رواه من؟ عبد الباقي أيضا. ومن أيضا؟ ولابن شاذان من طريق المعدل، روضة المعدل، أليس كذلك؟ اتفقنا على هذا. والوجه الثاني يقتصر الإشمام على حرفي الفاتحة، الصراط وصراط، أخذناه من أين؟ من العلوان قلنا، ومن المجتبى، ومن غاية ابن مهران، ومن المستنير من طريق من؟ أبي إسحاق عن الوزان. وقلنا من كفاية أبي العز أيضا عنه، يعني عن الوزان، أليس كذلك؟ وفي هذا إشكال، لأن إذا نظرتم في كفاية أبي العز فإنكم ستجدون شيئا مخالفا لما هنا، لأن ابن الجزري في نشره يقول وقطع له به أبو العز، قطع له به أبو العز، يتكلم عن ماذا؟ عن إشمام الحرفين في الفاتحة فقط، أليس كذلك؟ قطع له به أبو العز، لكن لم يحدد أين، هل في الكفاية أم في الإرشاد؟ والمعروف أن الإرشاد ليس فيه طريق خلاد، وإنما يريد الكفاية. والكفاية أيضا هذا الإشمام في حرفي الفاتحة من كفاية أبي العز ليس من طريق خلاد، من الطريق الذي ذكره ابن الجزري، أليس كذلك؟ وإنما هو من طريق علي بن سلم، من طريق علي بن سلم، ورواه الوزان، وهو غير الوزان الذي روى عن خلاد، هذا الوزان جعفر بن محمد، وذلك الوزان القاسم بن يزيد، وبينهما فرق. وإن كان علي بن سلم قرأ على سليم، وقرأ أيضا على خلاد، ولكن الطرق اختلفت، ولكن الطرق اختلفت، وسنتبين هذا في الحصص القادمة إن شاء الله تعالى، متى تختلف الطرق ومتى تتفق، ومتى نأخذ باختلافها ومتى نأخذ باتفاقها، إلى غير هذا. فهناك يقول وروى الدوري وخلاد بإشمام الزي فيما فيه ألف ولام فقط، فيما فيه ألف ولام فقط، يعني في المعرف في سائر القرآن، وهو الوجه الثالث. إذن من كفاية أبي العز لا يؤخذ له على حرفي الفاتحة على ما في الكفاية، أليس كذلك؟ إذن الأولى أن نقول من كفاية أبي العز عن الوزان
في الوجه الثالث الذي هو ماذا؟ إشمام المعرف مطلقا، المعرف بأل، أي ما فيه ألف ولام فقط في سائر القرآن، أليس كذلك؟ وذكر الإشمام أيضا، ذكره أبو العز، لكن من رواية من؟ من طريق علي بن سلم عن سليم أيضا، ها؟ وليس هذا يعنينا، وليس هذا يعنينا. إذن نخرج كفاية أبي العز من الوجه الثاني، أو نقيده بهذا، أو نقيده بهذا. وهذا لم يشير إليه ابن الجزري في نشره، ولا الإزميري في تحريره على الطيبة، ولا المتولي في الروض النضير. تنبهوا لمثل هذه الأشياء، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.